بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلبة المدرسة اليمنية الحديثة في درس جديد من دروس اللغة العربية. الحقيقة هو مش درس جديد، النهاردة إن شاء الله هنحل بعض التدريبات الصرفية والتدريبات على الدرس اللي فات إن شاء الله. حبيت تكون حصة النهاردة ما فيهاش حاجة جديدة، وفي نفس الوقت تساعدك على حل تدريبات الدروس اللي فاتت، وان شاء الله انت مش مطالب منك ان انت تحل هذه التدريبات الا ان شاء الله بعد انتهاء الامتحانات بتاعتك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، دلوقتي ان شاء الله هنحل تدريبات صرفية على درس المصادر، وهو اخر درس صرف اخذناه. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ ما يأتي. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. طيب، وقال جل ثناؤه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. استخرج ما في الآيات السابقة من مصادر أفعال ثلاثية ورباعية، واذكر فعل كل مصدر. بص يا حبيبي، انا في البدايه بحب اقول لك ان انا بعرفك ازاي تحل، بقول لك الشفره بتاعه الحل، بقول لك لو جالك السؤال ده في الامتحان ازاي تقدر تحله. خلاص كده، يبقى اذا انا مش هحل معاك الامتحان، مش هحل معاك التدريبات، انا هعلمك ازاي تحل. يعني مش هدي لك سمكه، ولكن هعلمك ازاي تصطاد. تمام كده؟ طب ركز معايا، لما يقول لك هات مصادر ثلاثيه ورباعية، يبقى إذا ركز بقى هتقول إيه. مصادر ثلاثية ورباعية يعني تجيب المصدر وترجعه للماضي وتعد الماضي. حلو الكلام، اتفقنا. لو الماضي 3 حروف يبقى ده مصدر ثلاثي، لو الماضي 4 حروف يبقى ده رباعي. خلاص. طيب حلو، إيه هو المصدر بقى في البداية؟ المصدر هو اسم دل على حدث، ولكن وليس الزمن جزء منه. يعني اسم دل على حدث، يعني حاجة بتحصل، لكن هو لا ماضي ولا مضارع ولا أمر. يبقى إذا ده إيه؟ أصل الشيء. يبقى المصدر هو أصل كل المشتقات وأصل الفعل. تلك الدار الآخرة نجعلها، نجعل فعل مضارع يبقى ده فعل. للذين لا يريدون، ده فعل مضارع يبقى فعل. علو، إيه ده؟ علو جاية من حاجة بتعلى كده، خلاص؟ بس دي مش فعل، يبقى إذا ده مصدر. علو جاية من على، فعل الماضي بتاعها على، صح كده؟ يبقى اذا ده مصدر لثلاثي، لان الماضي بتاعه 3 اللي هو على. في الارض ولا فسادا، الفساد برضو دلت على حاجه بتفسد، ولكن ده لا ماضي ولا مضارع ولا امر. يبقى اذا ده اسمه مصدر. يبقى اذا ايه عندي هنا؟ فسادا جايه الماضي بتاعها فسد، يبقى اذا ده مصدر للفعل الثلاثي. خلاص كده، يبقى انت اتعلمت احنا بنعمل ايه. طب هنحل معاك واحده كمان كده. فاذا قضيتم مناسككم، قضيتم قضى فعل ماضي، فاذكروا فعل امر، يبقى مش هو كذكركم اباءكم او اشد ذكرى. اشد ذكرى، يبقى كلمه ذكر، مش كلمه ذكر دلت على فيه ذكر بيحصل، لكن لا ماضي ولا مضارع ولا امر، يبقى مصدر. طب هات كده الماضي بتاعه ذاكرى، يبقى ده ثلاثي، صح كده؟ طيب تعال هنحل معاك التانية. خلاص. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة شيء بيحصل كده، أو زلزلة بتحصل، صح كده؟ يبقى إذا ده مصدر. طب هات الماضي هتلاقي زلزلة، الماضي هيبقى كام حرف؟ 4 حروف. يبقى إذا ده مصدر للفعل الرباعي، يعني مصدر الماضي بتاعه 4 حروف. طب يلا يا بطل معايا بقى، استخرج ما في الآيات السابقة من مصادر أفعال ثلاثية ورباعية، واذكر فعل كل مصدر، هتعمله في جدول كده وتحله. هات مصدر كل فعل مما يأتي. أسلم، هات المصدر بتاعه جاية من إيه؟ من إسلام. خلاص كده، هتبدأ بقى تجيب إيه؟ تراجع على الدرس ده وتبدأ تجيب المصدر بتاع الأفعال دي، يعني كل الأفعال دي أفعال ماضية هتجيب المصدر بتاعها. طيب نبص هنا، الدرس بتاعنا التاني. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان؟
يعني الحديث بيقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني ثلاث خصال لو موجودة في الإنسان هيشرب حلاوة الإيمان. ها كان أول حاجة إيه؟ يبقى إذن كلمة حلاوة الإيمان هتعبر عنها. إيه هي حلاوة الإيمان؟ هي الحلاوة دي حاجة بتشعر فيها في فمك؟ لا. يبقى إذن هتقول من وجهة نظرك أنت إيه هي حلاوة الإيمان. طيب في الحديث الثاني توجيه مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التواد والتآخي، وضح ذلك. الحديث الثاني بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى التواد، يعني إن هم يكون عندهم ود وتآخي، يعني مؤاخاة بين الإيه؟ بين الناس، المسلم أخو المسلم. لا صح كده؟ طيب ثلاثة، ما الجمال الفني في قوله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وعلى ما يدل؟ إيه الجمال الفني هنا؟ تعبير يدل على إيه؟ تعبير يدل على إيه؟ الإنسان اللي يخاف يرجع للكفر، لازم الإنسان يخاف يرجع للكفر كأنه بالظبط خايف إن هو يرجع أو يروح النار. خلاص كده؟ طيب بعد كده بيقول لك اكمل التدريبات او التدريبات اللي هو اكمل الفراغ المناسب من العمود، يعني تختار كلمه من يظلمه تمنى الحب كراهيه يهجر تحطها في الفراغ. عندي كمان تكمله للدرس بتاعنا، وكلم الله موسى تكليما، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. ركز هنا معايا، فاكرين وانت صغير كده كنت بتاخد درس اسمه المفعول المطلق، صح كده؟ كلم تكليم، شرب شرب، زلزل زلزال او زلزلة، هتلاقي في حاجات كتيرة جدا اسمها مفعول مطلق اخدتها، صح؟ هو كذلك الامر المصدر ده بيفكرك بالمفعول المطلق. بص كده، وكلم الله موسى تكليما، فين هنا الفعل كلم؟ طب فين هنا المفعول المطلق تكليم؟ طب ايه اللي احنا عايزينه؟ ان كلمة تكليم هي المصدر. خلاص كده، يبقى تكليم هي مصدر للفعل كلمة. طب كلمة ده فعل ماضي ثلاثي ولا رباعي؟ ها الناس تفكر، ثلاثي ولا رباعي؟ لا هو اكيد رباعي، لان انا عندي الكاف حرف، اللام حرفين، الميم حرف. وقال تعالى ها وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا فعل مبني للمجهول، زلزلوا زلزالا، يبقى كلمة زلزال هي المصدر، والمصدر بتاع للفعل زلزلة رباعي. خلاص، وهتجاوب على المثال الثالث، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. طيب وبعد كده املأ الفراغ على نمط المثال، مصدر الفعل كتب كتابة، طب أخرج هتقول إيه؟ إخراج ولا خروج؟ مصدر الفعل صارع هتقول مصارعة ولا صراع ولا ايه؟ مصدر الفعل ندد هتقولوا ايه؟ بعد كده هات افعال المصادر الاتية، اطالة، عايزين الفعل الماضي بتاعها، النصر عايزين الفعل الماضي بتاعها، عودة عايزين الفعل الماضي بتاعها، تسليم عايزين الماضي بتاعها. بعد كده اخر حاجة عندي سؤال التعبير، عايزين موضوع تعبير لا يقل عن 15 سطر هتتكلم فيه عن ايه؟ عن تواد المؤمنين، موضوع تعبير عن المؤاخاة او عن معاملة الغير. خلاص كده، عايزين نوضح ترابط الحديث الاول بالحديث الثاني، وعايزين نعمل موضوع جميل جدا بيتكلم عن الانسان المسلم للمسلم او اخيه المؤمن، عاملين بالظبط زي الجسد الواحد، وانهم لازم يكونوا متودين ومتراحمين. طبعا انا عارف يا حبايبي ان انتوا في امتحانات ومش عايز اكتر عليكم، حبيت بس ان انا اجمع لكم بس الاسئله بتاعت الكتاب، وان احنا نحاول نحلها سوا، وحليت معاكم بعض الحاجات، وان شاء الله بعد ما تخلصوا امتحانات تحلوا التدريبات دي، ونرجع والقاكم على خير ان شاء الله، ونراجع برضو على كل اللي احنا اخدناه ونحله مرة واثنين وثلاثة، بس المهم الناس بعد ما تخلص امتحانات تحل التدريبات دي. اتمنى ان انا اكون حاولت ان انا ابسط عليكم الموضوع، او ان انا افيدكم بقدر المستطاع. هتوحشوني جدا، وان شاء الله القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.